كده انت معجنت. لسه ما اديتش صح؟ لا انا مش وش بس لسه لا وش تاني. ما فاضلش يبقى انت هتخلصهم ونقف مع بعضنا ربع ساعه خالص. ماشي. لا انا لسه ما اديتش. ما عايز اقول لك على ده. لا انا فكرت انت على اللي انا عملته من هناك. وبعدين ليه ده كده ناطر على البتاع كده؟ فين يا باشا؟ دي مش منك دي ولا ايه؟ كنت متحمس جدا النهارده ان انا اعمل ديزاين عشان بقالي كتير ما عملتش ديزاين، والشباب اللي بعته حمسوني وخلاص بقى ويلا بينا ومش عارف ايه. وبعدين طلعت لقيت الناس ايه شغاله ومش عارف امشي فصلت الفصله. طيب هو ده عادي. تمنتجلي فلوج امبارح؟ منتجهولك. وش ماشي. طيب في حته بس على شرط ما تعملش اي اديت بعد ما اخلص. ماشي. اخلص تابلود وبعد كده تشوفه هو مرفوع او واتيفر، بس ما تعملش اديت. طيب ماشي. حريه فريدم. عاش يا ابني والله جميلة. مش قادر، انا قاعد بعمل ديزاين كده وبحاول من الصبح. دلوقتي عندي مشوار مع الواد حسام، هروح اقابله وهحكي لكم حاجه كده في الطريق ان شاء الله. حاجه في موضوع الحكم على الناس، انك تحكم على الناس والناس تحكم عليك، وان الغرب دلوقتي دايما بيتكلموا في حته انك ما ينفعش تجادج الناس وحوارات زي دي. فعايز اكلمكم في النقطه دي، والاسلام ازاي بيحل الموضوع ده في وجهه نظري. انت اصلا بتحكم على الناس ليه؟ في العموم انت بتحكم على الشخص اللي قدامك علشان تقارن نفسك بيه. هو عقلك بيعمل كده لا اراديا، يعني عشان تعرف انت فين، هل انت احسن ولا اوحش منه. ده طبعا بيتطلب ان انت تقول سواء جوه عقلك او لفظا او بافعالك ان الشخص ده كويس او مش كويس. يعني انت مثلا لو شفت واحد بدقن، فالدقن دي بتفكرك على طول بدينك، فانت بتقوم جاي قايل ايه؟ طب ما هو الشخص ده لو هو متدين يبقى ده هيكشفني انا قدام نفسي، هيبين ان انا مش متدين وان انا مقصر. فخلينا بقى ايه نحاول نلاقي طريقه نبين ان الناس المتدينه دي اصلا متشددين واخدين الدين غلط ومش عارف ايه، لان لو طلعوا صح دي مصيبه سودة، ده انا هطلع غلطان، ده انا هطلع وحش. فبيقوم حصل الحوار بتاع ان ايه اي حد بدقن، اي واحده منتقبه، اي واحده محجبه متشدده وفكسانه ومش عارف ايه، وستيريوتايبنج على طول. فانت كواحد مسلم انت ليك الظاهر ولكن الحساب بتاع ربنا سبحانه وتعالى، انت ما بتحكمش عليه. هنا بقى في مشكله، ان اصلا الحكم على الناس بالمظهر دي فيها مشكله كبيره. ان انا هقعد امشي بقى اقول والله ده الشخص ده ظاهرا شكله فكسان، الشخص ده ظاهرا شكله مش محترم، مش عارف ايه، ما ينفعش. الاسلام بقى حل المشكله دي ازاي في وجهه نظري؟ ان هو وحد المظهر الخارجي بتاع الناس، بحيث ان انت اساسا ما تعرفش تحكم على الشخص من مظهره. فلو بقينا كلنا ماشيين بدقون ولبسنا كويس ومحترم ونضيف وكل حاجه، والبنات ماشيين بحجاب او نقاب، فبطبيعه الحال لما كلنا يبقى شكل واحد انت مش هتعرف تحدد من شكلي انا كويس ولا وحش، لان ده برده شبهي وده شبهي وده ماشي بدقن ومش عارف ايه، وكلنا بنتبع نمط واحد. طبعا مش هيبقى شكلنا كوبي بيست، انا بتكلم على الحاجات اللي هي الايه اللي بتبين العقيده بتاعتنا، الحاجات اللي فيها الاسلام بتاعنا دي. من ضمن الحاجات اللي انا يعني بعتبرها من الحكمه في الحجاب وفي اللحيه وفي النقاب. هي برينجي كل اللي بيعملوا ايه؟ 100 فلوج بيتفردوا ويتنوا على اصحابه. بيتفردوا صح؟ ويتنوا؟ بيتفردوا ويتنوا. طب هيمشي ازاي؟ يمشي على طول. انا سالته ينفع نصور معاه؟ قال لي لا. او مين؟ حاجه بما شابه يعني. مين؟ الواد ده جامد قوي بس مسخره. بص هي بتحور. انت مش صاحبي. صورك انت.
متحمس جدا اشوف الفلوج اللي عمرو عمله. ربنا يستر. بسم الله. يا نهار ابيض ده لسه. هوريكوا الرياكشن بتاعي وانا بتفرج على الفلوج ده. ان شاء الله دلوقتي قابل بهاء. نايس قشطه كويس يعني غريب سنه كده عن اللي انا بعمله بس حلو يعني. اتبسطت ان انا شفت حد بيغير في الفلوج بتاعي. اتفرجت عليه كانه يعني كاني انا بتفرج على حاجه اول مره اشوفها يعني. فالى حد ما كده حطيت نفسي مكانكم يعني شويه. انتظروني يوم الخميس في الفلوج بتاع حازم، فلوج 102 اللي هيبقى اقوى الفلوجات اللي حصلت في تاريخ. ومبدئيا ده 102 يعني اللي احنا فيه ده 102. انتظروني في فلوج 104 بتاع حازم الصديق. صح 104 قشطه ان شاء الله. مش ان شاء الله يعني 104 عشان هنقدم نوع مختلف تماما من الكوميديا الهادفة. nice.